بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في مونديال العرب، أهلا بكم في كأس العرب فيفا قطر 2021 هنا وفي إطار هذه النسخة، النسخة العاشرة بعد غياب وتوقف منذ نسخة 2012. نأتي مباراة فلسطين والمغرب في إطار المجموعة الثالثة وضمن الجولة الأولى لهذه المجموعة، والمنتخب الفلسطيني بعزيمة وإصرار يريد أن يقدم نفسه في مباراة اليوم أمام منتخب المغرب، منتخب طبعا اللي حقق لقب البطولة الأخيرة في 2012 والمرشح أيضا للفوز بلقب هذه البطولة. استاد الجنوب في الوكرة يستضيف هذه المباراة ضمن ملاعب وطبعا الكأس العالم فيفا قطر إن شاء الله، اللي احنا على بعد 155 يوم من انطلاقة بطولة كأس العالم تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا. يستضيف طبعا الدولة التي تنظم كأس العالم تستضيف هذه البطولة هنا، وبالتحديد ضمن استعدادات قطر لكأس العالم. التشكيل عمى طبعا الشاشة في حراسة المرمى المنتخب المغربي، أنس زنيتي في الدفاع، الشيبي رقم 19، بدر نون 13، سعدان 4، نهيري رقم 16 في الجنب الشمال. وسط ملعب مكون من لاعب ارتكاز هو يحيى جبران، ويلعب على يمين وليد الكركي وعلى شمال المباراة. وهذه هي الأجواء هنا في ملعب المباراة وفي جهاز المنتخب الأولمبي الفلسطيني، وأصبح طبعاً نظيفة. أشرف بن شرقي أمام لاعب نادي الزمالك المصري مع الوداد في 2017. كرة عالية على طول، أول فرصة بدر بنون المنتخب المغربي أمام ده في ظل أكيد عدة حلوة، هدف أول على كرة لعيد بن حداد. حداد طبعاً حالياً مع الخور، هذه الكرة وفي هذه المهداري ممكن هدف، ممكن هدف وممكن ركلة جزاء جدا مع نادي الزمالك المصري. ادي الكره وخروج من تشكيله اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي من لاعبين الفريق الايمونيكي لبرشلونه وسبورتنج والان، وانطلاق السلام، ادي اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي الارض. اكيد هو كان نجوم المتالقين في طبعا بخبرات والامكانيات والمهارات، وادي امامنا هنا كريم. شوف الحالات اللي احتسبت فيها كاس الاتحاد الاسيوي، امامنا هنا انطلاقه وحاوله جديده من الجانب صفوف النادي الاهلي المصري كذلك. اللعبه حلوه، لعيب قوي حافظ، لعيب قوي عبد الاله حافظ، بطل للكونفدراليه في العام 2021. كره حلوه قوي، الشيبي الراسيه حلوه، كان حقق ايضا مع تحركات اشرف بن شرقي امامنا هنا، وكان هناك يعني ايضا الحفيظي مع اشرف بن شرقي، لكن تضيع فرصه مزدوجه. لكن شوف ازاي يفتحوا الدفاعات، شوف الخمسه اللي بيلعبوا في الدفاع، لكن تحرك حلو قوي من المسانده اللي اتعملت في 18 مشاركه افريقيه، كان بطل امم افريقيا 76 ومهاره عاليه، صراع في الكره العاليه حفيظي ولدين الحقيقه مع نادي بيراميدز. سجل تيبي، بص العناصر اللي بيعتمد عليها حسين عبود، تحركاته مميزه، يعني رحله لهذا المدرب. في الدقيقة 32 من عمر فلسطين. بص أمامنا الكرات العالية، اللاعب أيضا محمود أبو لاشين للمغرب، محمد النهيري من تسديدة خدق على دي أبع، أنا قلت خمسة، دي الكرة دي من على بعد، خطأ وفاول أمامنا أهو، شوف تدخل دفع محمد النهيري حوالي 30 متر عن المرمى القوية، وإنذار حقيقة لمحمد الشيبي، إنذار مستحيل حتى محمد الشيبي حتى الان امام جمال الغندور المونديالي اللي طبعا موجود النهارده في التحليل. القدم اتفردت وفي موضع يعني تدخل تحت بند الطيش والتهور. طلقتنا عندنا امم افريقيا هذه المباراه. هذه الصراع، هذه الكره تلمس في بطولات المحليين. انس زنيتي حارس مرمى الرجاء على الكرات الخطيره، لكن كره بتاتي في منتصف المرمى. هل في رايه؟ تعال 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 محمد محمود عيد، اللعب مستمر وفي رايه وهدف. ادي التسلل هنا موجود، الهجمه يعني مفروض يتركها ان تستمر، ورفع الرايه بالمساعد. استحواذ 65% مقابل 35% في المباراه. المره دي كريم البلقاوي، الكره اللي بالعرض ممكن امامنا بن شرقي، اشرف بن شرقي قلبي امامنا اهو، بص بن شرقي، بص بن شرقي، شوف بن شرقي امامنا، هل في تسلل؟ واللي كان من خلاله وجد المنتخب المغربي صعوبه كبيره جدا. هنا دخول وليد ازارو، عبد اللطيف البهداري المدافع،
شركة وليد أزارو، لكن على طول ترتد مرة ثانية النهيري بالقدم اليسرى. شوف أمامنا هنا الصراع في أدي أدي وضع بن شرقي في مكانة أخرى، فرصة وبوم، هي جول، هي جول، هي جول أمامنا هنا. هل في راية؟ هل في راية أمامنا؟ لكن هي يا ولد عبد الإله الحفيظ، عبد الإله الحفيظي يا على الكورة، حلوة قوي قوي، الكورة جميلة جدا الحقيقة، وهدف تاني للمغرب يعني بقى طريقة فيها لمسة، فيها لمسة، الحاجات بقى اللي كنا بنشوفها من كاتش بنفس الدقة اللي كان عليها النهيري في هدفه الأول في جناح المغرب خلفا لإيرفي رينار مدرب الأخضر السمك. كأس العالم اللي على بعد 300 ادتنا درس الحقيقة في هذه الأجواء. وادي الحفيظ يا ولد، يا ولد، يا ولد، الدرس هنا، الدرس في المهارة، والدرس في الحرفنة، والدرس في الإمكانيات اللي عند عبد الإله الحفيظي أمامنا. وبص يعني كل لاعب يريد أن يكون في التشكيلة المنتخب الأول، سواء في أمم إفريقيا القادمة مع أسود أطلس ومع المنتخب المغربي في المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم. عبد الإله الحفيظي، محاولة أمامنا هنا، تمريرة، ممكن هدف جديد، وهدف جديد يا ولد. أزار، وليد أزار، وليد أزار أمامنا هنا في تمرير، يا على التمرير، يا على التمرير، لعب كريم برقاوي. شوف بقى الكورة، تبديلات المغرب، هيطلع الحفيظي وينزل مكانه أيمن الحسوني بطل دوري مع الوداد مرة بإذن الله في قطر، بإذن الله في العام القادم الأندية العربية الأبطال اللي فاز بيها صالح شحادة أيضا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.